وسهلا بيكم في حلقة جديدة من عيش وملح. كعادتنا الرمضانية الشوربة الجاهزة إن شاء الله، الشوربة القوية يعني. هيكون معنا شوربة غريبة شوية، غريبة لأن فيها لحمة مفرومة، وده مش بعادة يعني في نعمله في الشرب، وجبنة وشوية حاجات حلوة كتير قوي، هتخليها شوربة حلوة جدا. تتكلم عليها بالتفصيل وقتها. بس الصنف الثاني السناك الخفيف هيكون ذرة. الذرة دي ذرة متقطعة ومعمولة بطريقة حلوة قوي قوي. أنا عارفة أن كل الولاد بيحبوا، الأطفال الصغيرين بيحبوا الذرة، وبالذات بقى لما هتبقى الذرة معمولة في البيت هتطلع أحلى من اللي بيجيبوها من بره وهتعجبكم جدا. فهما دول الصنفين اللي احنا هنعملهم النهاردة. خليني أبتدي أن أنا أقطع الذرة. دي أصعب حاجة في الحدوتة، الذرة. وإحنا ممكن نقطعها صغير، حلقات صغيرة، ممكن نقطعها كبير، ممكن نسيبها صحيحة زي كده. أنا هخلي عندي الشكلين، هقطع، أنا قطعت شوية صغيرين وهقطع الكبيرة. الحاجة بس الصعبة في الذرة هي تقطيعها، لأن هي بتاخد حبة كده عضلات زي ما انتوا شفتوا عشان تتقطع. إحنا هنعملها بطريقة مختلفة شوية عن ما بتتقدم برة، بس هتعجبكم. اللي هنعمله في الذرة ان هنحطها في فرن. ليه؟ عايزينها تنشف تقرمش كل العصارة، وبالذات ان الذرة دي غالبا الذرة السكرية، الحبة اللي هي الذرة الصفرة دي اللي بيسموها الذرة السكرية دي، غير الذرة اللي احنا متعودين عليها في مصر بتبقى بيضة، دي لونها اصفر، دي اللي سكرها كتير. والذرة دي بتبقى مجمدة غالبا، يعني غالبا بنشتريها مجمدة، ولان هي مجمده ففيها ميه كتير قوي. وكمان عايزين نخلص، حتى لو ما كانتش مجمده عايزين نخلص من اغلب الميه اللي فيها، علشان كل ما هنخلص من ميه كل ما هنقدر نديها الطعم اللي احنا عايزينه، لانها هتشرب السائل اللي هنحطه فيها بعد كده. عموما هنشوف مع بعض، بس خليني ادخل دي دلوقتي. قوي حتى بالجوانتي. فكده احنا مدين فرصة للذرة ان هي تبخر ميتها وتنشف، خصوصا التجميد بيخلي المية كتير قوي في الحاجة. وهنا هنبتدي نعمل الشوربة. الشوربة هنبتدي هنحط كالعادة، بنبتدي اي حاجة بشوية زيت، وراهم على طول هتكون اللحم المفروم. فكرة اللحمة المفرومة في الشوربة هتعجبكم جدا. ليه؟ لأن إحنا متعودين إن لما بنشرب شوربة بنشربها أوريدي مثلا بحاجات صغيرة فيها، بنحط لسان عصفور، بنحط شعرية. ففكرة إن يطلع معانا في الشوربة الحاجات الصغيرة دي بتبقى لذيذة زي لسان عصفور. الفكرة إن إحنا لما بنعمل شوربة على حتت لحمة كبيرة بتبقى دايما الشوربه بتتشرب واللحمه بتتحمر او بتتقدم مش جوه الشوربه، يعني ما بنقدرش واحنا بنشرب الشوربه نلاقي اللحمه، بتبقى مكعبات متحمره، فرخايه متحمره، مش عارفه ايه. لكن كده احنا هنلاقي لذيذ ان احنا بنشرب شوربه ولحمتها جواها، واللحمه طالعه مع الشوربه في المعلقه واحنا بنشربها، فهتلاقوها لذيذه جدا. ده طبعا فكره برضو اللحمه المفرومه اساسا هي بتستخدم في نوع من الشورب بيتقدم في الفنادق، بس مش ده اللي احنا بنعمله خالص. احنا بنعمل فكرة تانية، هما بيستخدموها في ان يعملوا مرقة صافية جدا، مرقة شفافة، تبقى الشوربة دايما ليها لون. عشان تطلع شفافة في الفنادق عندهم حاجة اسمها كونسيومي او شوربة كونسيومي، بيعملوها بلحمة مفرومة بطريقة معقدة جدا جدا جدا، يعني بتاعت فنادق اكتر، يعني مش ستات البيوت مش سهل يعملوها. بس اللحمة المفرومة دي بيتحط عليها في الطريقة الفندقية دي، بيتحط عليها مية باردة وزلال بيض وشوية حاجات وقشر بيض، شوية حاجات كده غريبة بتطلع، المهم في الآخر تطلع شوربة زي مية الحنفية، شفافة وطعمها حلو. ودي اللي بتتقدم في الأماكن الكبيرة الفخمة لما بيكون تطلب كونسيومي كذا، فده بيكون البيز بتاعها. اللي احنا هنعمله هنا مش هو كده خالص، يعني مش الفكره دي. الشرب اللي انا بقول لكم عليه في الفنادق دي اللحمه في الاخر ما بتتقدمش، هو بيصفي، هو بياخد، عايز ياخد المرقه، عايز ياخد الميه الحلوه، فبياخد السايل واللحمه ما بتتقدمش وما بيستعملهاش، هو بس بيستخدمها عشان يوصل انه يعمل
الكواليتي دي من الشوربه او الجوده دي من الشوربه. احنا هنا بقى اللحمه هتتقدم وهنستمتع بيها وهناكلها، بس اول حاجه ان اللحمه تبقى بني قبل ما نحط اي حاجه تانية، والا هتطلع ريمه كتير والشوربه دي مش هتبقى نظيفه، لان هلاقي اللحمه لو حطيت عليها الميه من غير ما تبقى بني قوي اللحمه هتطلع ريمه كتير، ومهما نشيل هنلاقي فيه يعني زفاره او فوم مش عايزينه. فبنبتدي ان احنا نتاكد ان هي بقت بني قبل ما نضيف اي حاجه، ولو حطينا البصل المرحله دي بتغيب، هو احلى ان احنا نبتدي باللحمه على طول. عايزين بقى نحط معاها حبهان شغال، عايزين نحط معاها مستكة شغال، كله شغال. انا بس انا النهارده هحط بصل وجزر، هي هتبقى شوربه لحمه مفرومه بشويه خضار لذيذ بجبنه مع اعشاب بقى وبقدونس، هتلاقوها في الاخر لذيذه قوي، بس ايه تابعوها حلوه معانا. يبقى انا عايزه احط شويه فلفل كويسين دلوقتي، لان اللحمه برضو بيبقى لها ريحه كده بنبقى عايزين نطيرها بالفلفل. كده احنا تمام، ممكن نحط البصل دلوقتي وممكن نحطه بعد الميه، مش هتفرق بقى خلاص، البصل كده كده مش هيتقلى، فممكن يتحط بعد الميه او دلوقتي مش فارقه. طبعا لما بنكون عاملين اللحمه بالشكل ده كده يعني هناكلها لازم تبقى الميه سخنه، يعني انا هتاكد دلوقتي انا مسخنه الميه، بس هروح اتاكد ان البويلر هشغله شويه كمان، صحيح بيعمل لنا صوت مش بنحبه بس ممكن نستحمله حاجه بسيطه عشان نتاكد ان ميتنا سخنه قوي. شفت الصوت؟ الكلام ده كله ترتيبه مش مهم، يتحط قبل الميه بعد الميه، هي كلها محصله بعدها. كده احنا حطينا اللحمه المفرومه بالملح والفلفل، حطينا بصل، حطينا جزر. ممكن اتسلى انا دلوقتي اقشر واقطع طماطمايه لغايه ما الميه تغلي، اجيب سكينه تانيه كمان معايا. بحب بقى افضل واقفه جنب الحله بقى عشان مكان شغلي. نروق كده. حاول تقشير الطماطم مهمة مش سهلة، ساعات كتير قوي أغلب الوقت لما بكون عايزة طماطم غير قشرها، زي ما شفنا في حلقات كتير مع بعض، احنا دلوقتي خلاص بقينا معرفة، كل واحد يعني عارفين طرقنا كلنا. لما بنحب نقشر الطماطم بطريقة أسهل بننزلها في مية بتغلي وهي سليمة كده وهي صحيحة، بتنزل في مية بتغلي، ده بيخلي قشرتها سهل قوي قوي، إن هي يدوبك بنعمل كده القشرة بتتشال. لكن يعني في المواقف الاخرى ممكن بقشرها بالشكل ده، وان كان ايه ما بفضلش الجأ للاسلوب ده كتير. الميه غليت وقفت حلوه قوي، نروح بقى دلوقتي نجيبها ونجيب المره سكينه كويسه كبيره عشان اقطع الطماطم دي مكعبات. وادي السكينه الكويسه، الله صوت جميل. زي ما قلنا الميه لو مش بتغلي طعم اللحمه هيبقى وحش قوي قوي، وعشان كده لما بقول لكم في الفنادق بيعملوها بميه بارده، لان هو مش عايز اللحمه، هو عايز الميه، عايز الشوربه، عايز الشوربه يبقى طعمها حلو قوي ومش بيقدم اللحمه. لكن احنا لو حطينا ميه بارده اللحمة طعمها هيبوظ. كفاية كده مؤقتا، ممكن لو حبينا نزود بعدين. في شوية فوم بيطلع ممكن برضو نشيلهم. اهو
خالص. نرجع بقى نكمل ايه المكونات بتاعتنا. عايزين نحط شوية طماطم اللي احنا قطعناها دي اللي قشرناها. طبعا الطماطم يعني ما بتبانش على بال ما الطبخة بتخلص، بتكون الطماطم مدية طعم ولون، لكن احنا مش شايفينها مكعبات، بتكون بالذات المقشرة دي بتتهري على طول. نحط ايه تاني؟ ناقصنا ايه في المكونات؟ ناقصنا سنة ثوم، دي ممكن نحطها دلوقتي حبة كمان. وناقصنا مشروم، واللي بيحب يحط فلفل حام، اللي بيحب. انا بحب يعني، انا هاخد واحدة خضرة، خلينا في خضرة المرة دي، دايما بحط احمر. كبيرة دي على الشوربة، هحط نصها كده بس، هختار النص اللي مفهوش البزر بس. بقى عايزين نتسلى، نقطع شوية مشروم نقشره ونقطعه، وتبقى عنينا، وإن كان لسه، أنا عارفة إن لسه شوية وقت حبة يعني، لكن تبقى برضو إيه فاكرين إن في الذرة اللي في الفرن اللي إحنا منتظرينها. زي ما اتفقنا قبل كده، المشروم ما بيتغسلش، فالمشروم بننضفه بان احنا بندعكه بفوطه، ليه فرش مخصوص بس يعني ما فيش حد بقى هينزل، يعني مش كل الناس اللي هتشتري فرشه تنظيف المشروم يعني، فهو بيبقى الاسهل ان هو بيدعك حلو قوي بفوطه. وكده بنبقى اي حاجه لازقه فيه هنا، حاجات ساعات بيبقى فيه حاجات سودة هنا كده مطرح ما هو مزروع او مطرح ما هو طالع، يعني مكان ما بينمو لان هو ما بيتزرعش، فبنخلص يعني بننضف اي وساخه وبنقطعه. بفضل دايما 4/4، وزي ما قلنا قبل كده المشروم بيتقشر، يعني ممكن اهي القشره اهي، اكيد 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 شايفينها، متاكده ان مخرجنا مش بيفوت الحاجات دي. بس انا هقعد اتسلى بقى، اقشر في مشروم واقطع في مشروم، وأدي وقت للذرة إن هي تنشف والسايل منها يتبخر، وفي الوقت ده إحنا هنطلع فاصل وهترجعوا تلاقوني يا دوبك بخلص في المشروم. اهلا بيكم، بفكركم احنا بنعمل ايه. بنعمل شوربة اللحمة المفرومة بالجبنة، الجبنة لسه ما اتحطتش، بس هفكركم بكل حاجة هنا، كله باين اهو. احنا ابتدينا حطينا لحمة مفرومة، وحطينا وراها ملح فلفل طبعا، حطينا وراها جزر، وحطينا بصل، حطينا ثوم، وحطينا المية، مية مش مرقة، وحطينا طماطم، طماطمية واحدة، ومشروم مش بطال، كمية كويسة. كل المكونات اهي باينه معانا، هي كده ريحتها حلوه، حطينا كمان فلفل حامي بالمناسبه، انا شماها. هبتدي بس ايه بقى اعمل الفاينل تاتشز، هظبط بقى في الطعم. ده كده حبه شطه تاني، مع ان فيه قرن فلفل حامي بس ما يضرش، وحبه كمون، وفي الاخر هندي عصره ليمون. هي كده الشوربه، ناقصها اخر حاجه، ناقصها الجبنه. هنجيب الجبنه من الثلاجه، انا مستخدمه الجبنه اللي بتبقى في كوبايات، الجبنه البروسيسد اللي في كوبايات، بس اي نوع جبنه، يعني لو جبنه اللي هو الكريم تشيز هتشتغل، شيدر ونبشورها هتشتغل، موتزاريلا هتشتغل، انواع كتير. انا دي جايبه الجبنه اللي هي الجبنه اللي في كوبايه، هحط كوبايه كامله، وهسيبها بقى على نار هاديه، ههدلها النار، منها هي الجبنة تسيح براحتها على مهلها، ومنها أنا أقدر إيه أفضي دماغي منها علشان نكمل الكورن، الذرة السكرية اللي بنعملها. أنا بس مش حابة تبقى الجبنة كتيرة أكتر من اللازم، فأنا بحس كده بالمقدار الأول، حاسة إنه يعني ممكن أسيب الشوية دول كده بس، عشان دي كوباية كبيرة، الكوبايات الصغيرة هتظبط.
بس كده نوطيها بقى كده. لا هبقى انا لا تفور ولا تغلي ولا اي حاجه خالص. تمام، نشوف الكورن بقى. اهو لذيذ، شايفين بقى كان داخل شكله ازاي وهيطلع دلوقتي شكله ازاي. نشف، واحنا قلنا ان الذره دي ذره سكريه، وبصوا اكبر دليل على ان فيها محتوى سكري عالي ان بصوا لما هنشيل دي كده، اولا هي ملزقه يعني وانا بشيلها هي الشويه اللي تحت اهم لزقوا لزقوا لان في سكر عامل زي الكراميل اهو. بصوا كل ده سكر، السكريات اللي في الذره اتكرملت كده فطعمها بيبقى عسل. الفرن يا جماعه مهم جدا لانه بيدي فرصه، غير ان الرطوبه بتطير الفرن بيطير اي رطوبه او اي ميه فيها، فبيبقى عندها كاباسيتي او عندها ساعه ان هي تشرب السائل اللي انا هضيفه من ناحيه. من الناحيه الثانيه بيكثف السكر، يعني اي سكر يتحط في حراره السكر والطعم بيتكثف وبيزيد، فهو كده حرق السكريات او يعني السكريات اتحرقت شويه استوت فتكثفت كطعم، وفي نفس الوقت الرطوبه طارت. فدلوقتي بقى لما هبتدي ابقى عايزه احطها في اللبن هلاقيها قادره تشرب كميه كبيره من اللبن. انا هحط ايه؟ هنحط لبن وزبده، كميه برضو محترمه من الزبده، هلي الزبده على جنب وبس. واللبن على حسب، انا في الاحوال العاديه بحط لبن وزبده شويه وما بكترش في الزبده، بس ساعات بنقول لما بنبقى عاملين الاكله كده باجواء يعني خاصه شويه بيبقى ممكن ايه نزود. لو احنا عايزين ناس وعايزين الاكل يبقى طعمه حلو قوي بقى ويعني ينبهروا بالاكله فساعتها اعملوا الزيادات دي، كتروا الزبده سنه وحطوا مثلا معلقتين ثلاثه كبار، حطهم كلهم لبن بودره فوق اللبن العادي. الحركه دي هتعمل ايه؟ هتزود حلاوه اللبن، هتخلي اللبن احلى. اللبن البودره معروف دهونه وسكرياته اعلى من اللبن اللي احنا شارينه ده العادي، فطعم اللبن بيبقى مركز كده لاني بحط لبن وبزود كمان بلبن بودره، فبيديني طعم مركز جدا وغني قوي للبن، بزيده غناوه بس كده. منساش الملح اهم حاجه دلوقتي لان كل ده طعمه مش هيبان لو نسيت احط شويه الملح دول، احطهم دلوقتي. وبعدين وهو بارد كده، انا بس اتاكد ان برده هو بارد، اللبن البودره بيدوب اسهل في الحاجه البارده، بس انا عموما عايزه ابتدي احط السخن في البارد، يعني عايزه ده ما استناهوش لما يسخن، وهو بارد ابتدي اسقط فيه اكواز الذره الصغننه الجميله بتاعتنا دي، واسيبهم مع بعض وهو بارد يبتدي يسخنوا مع بعض ويتشربوا كده. انا خلصت الصاجه دي مش عايزاها، ممكن ادخلها الفرن تاني مؤقت. كده بقى احنا خلاص ما عندناش اي حاجه غير ان احنا ندي شويه وقت للذره دي ان هي تتعمل وتتشرب كويس قوي. نحولها كمان ممكن على نار اعلى شويه، العين دي اقوى حبه من اللي عندي. نرجع بقى نشوف. الجبنه هنا لسه محتاجة شوية مساعدة، محتاجة شوية تقليبة لأنها متكتلة حبة مش عايزة
طبعا الاجبان لما بيعملوها بره بيبقى فيه حاجه مواد بتدي القوام ده مثبته، فبتلاقوها مش نافع حتى ما بتحلش بسرعه. وكل ما بتكون الجبنه مصنعه، يعني مثلا في شيدر، الشيدر البلوك اللي بنبشرها دي، وفي الشيدر اللي بتدهن، كل ما بتكون الحاجه قابله للدهن والفرد بتكون فيها تصنيع اكتر، وحاطين لها حاجات تعمل قوام او تعمل مثبتات، بيقولوا مثبتات قوام وحاجات كده اكتر. طبعا كلها حاجات مسموح بيها، ما فيهاش مشكله يعني. كده احنا دابت تماما، حلو قوي. انا عايزه بس اوصلها ان هي الاقيها بس هتغلي، مش لازم تغلي قوي، بس وصلت لمرحله السخونه ان هي سخنت تاني بعد ما ضفنا الجبنه. هنا كمان عايزين نوصل لنفس المرحله ونستعد بقى ان احنا نغرف حاجتنا دي. طبعا بس محتاجه ايه تتقلب كده. عايزين بقى دلوقتي نجيب ايه، شويه بقدونس هنحتاجهم. انتوا عارفين يا جماعه احسن طريقه لو عندنا خضره كده، احسن طريقه نحتفظ بيها ان احنا نحطها واقفه زي ما انتوا بتشوفوا ان احنا حاطينها كده، نحطها واقفه وتحت في قعر الحاجه اللي احنا حاطينها نحط ميه يا دوبك يعني يا دوبك، يبقى جزء صغير قوي من العيدان واصل للميه، ما تبقاش الميه واصله لنص العود، تبقى واخده اول سنتي منه، لان الميه لو كتيره العود هيطرى وهتعفنه، لكن لما بتبقى يا دوبك واصله له بيقدر يشرب منها من غير ما يطرى. وبعدين نحطها واقفه كده ونحطها في الثلاجه ونلبسها كيس نايلون، كيس اللي بنشتري فيه الخضار ده، كيس نايلون مخرم عشان تتنفس. احنا عايزينها التلاجة من الحتت اللي بتضيع، يعني بتضيع قوي الرطوبة، بتنشف حرارة التلاجات، حرارة بتنشف السوائل من الحاجة، فعشان كده احنا بنحط كيس بلاستيك ونراعي ان الكيس البلاستيك ده يبقى مخرم، فمنها احنا بنحافظ على الرطوبة بالكيس البلاستيك، ومنها الخروم بتسيب للنبات ان هو يتنفس. هتلاقوها بتعيش كويس قوي قوي، بتطول يعني. احنا هنا خلاص احنا وصلنا للدرجة اللي احنا عايزينها، الدنيا غلت فخلاص ما سيبهاش اكتر من كده، لان الجبنة مش المفروض يعني تغلي قوي. احنا كده هنا خلصنا، وانا هنا ما عملتش اللي انا جياله، انا عايزة اقطع شوية بقدونس اهما. برضو التعامل بالمقص بيبقى لطيف مع الحاجات الخضراء، لانه ايه، لو احنا يعني حاطينهم كده وكتير مع بعض بيبقى اسهل حاجه ان احنا ناخد. ولو احنا زارعين كمان، يعني انا عارفه ان في ناس كتيره بتبقى زارعه الحاجات دي دلوقتي في البيت، فبرضو المقص فكره ظريفه، لان في شويه من الاعشاب شويه من النباتات لما بتتقطع بترجع تطلع تاني، يعني بتقصيها بتجزيها وبتطلع بتكمل نفس العود، ففكره برضو المقص دي بتبقى فكره ظريفه في المطبخ ان احنا نقطع بيه الحاجات الخضراء. احنا طبعا بنبقى عايزين الكاميرا تبقى جايبه احنا بنعمل ايه. ممكن ننعمها طريقه لطيفه قوي بقى كمان، لما بنحب ننعم حاجه، لو مش بنعرف نعملها كده بالسكينه، المخرطه، قلت لكم قبل كده مخرطه الملوخيه اسلوب ظريف جدا 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 في الاستخدام في كل حاجه تانية انا عايزه انعمها بالشكل اللي احنا بنعمله ده. البديل عنه هو مخرطه الملوخيه. كده احنا جهزنا كل حاجتنا، نروح بقى نغرف. عندنا طبق هنا لطيف للشوربه، وكمان عايزين الكون.
نبتدي بقى نجيب مغرفة. بصوا الشوربة دي بجد بجد حلوة، حلوة قوي. أحلى حاجة فيها إن كلها بيتس اند بيسز زي ما بيقولوا، قطع 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 كده، بداية من اللحمة المفرومة لغاية كل الخضار اللطيف، وبعدين طبعا طعم الجبنة لا يقاوم، يعني الأجبان في الشرب بتبقى حاجة عبقرية جدا، فالكل هيحبها. متنسوش إن هي حامية فيها شطة، هي كل حاجة حلوة بصراحة. واحدة بقى كمان كده، نلم كل اللي احنا عايزينه بس كده. الذرة بقى نبتدي، عايزة احط الذرة. الذرة دي كمان هتلاقوها نقنقة هايلة، رمضان بقى غير رمضان، في اي وقت لما تجربوها هتلاقوها دايما ايه قصاد الافلام بالليل كده. اوعى يكون حد عايز يعمل دايت دلوقتي. كده حلوه قوي ريحتها، انا شامه ريحتها يا جماعه، ريحتها حلوه فعلا. ممكن بقى نديها ايه شويه اخضر كده بسيط اذا حبينا، وبالهنا والشفا. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده في يوم جديد من شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين، عيش وملح بكره، شوربايه جديده ونقنقايه جديده. Thank you.